عجبك الحفل الأول وكنت متوقع إن هو يكون بالشكل دوت، وفي نفس الوقت يعني أداء المنتخب النهاردة رأيك فيه؟ والله طبعا في ظل الاجواء اللي احنا فيها دي والجائحه اللي في العالم كله، اللي حصل النهارده في الافتتاح طبعا حاجه كويسه تليق باسم مصر وسمعتها، وبتقول للناس كلها ان مصر في عز الازمات قدرت تنظم بطوله عالم الحمد لله. فدي حاجه مشرفه لمصر وللمصريين ولينا احنا كلاعيبه كره يد سابقين ومنتميين للمجال. بالنسبه طبعا للمباراه، هي مباراه بدايه البطوله، هنحط تحتها كذا خط لان اللعيبه النهارده اللعيبه مضغوطه نفسيا وعصبيا، بطوله عالم على ارضك، الافتتاح النهارده مهما يكون اللعيب كبير او مهما يكون صغير النهارده يوم مش عادي، فهو كمان حالته بتبقى مش عاديه. لكن في الاخر احنا طلعنا بالنتيجه اللي احنا عايزينها، طلعنا بمكسب. في طبعا كل مباراه لازم يبقى فيها ايجابيات وفيها سلبيات، فالنهارده المباراه فيها ايجابيات وفيها سلبيات. ايه الايجابيات؟ طبعا الايجابيات ان اللعيبه قدرت من بدايه المباراه ان هي تحط الريتم اللي هي عايزاه، لعبوا بطريقه اللعب يعني احنا فرضنا اسلوبنا في اللعب. طبعا يعني ده فرقه تشيلي، فرقه بعيده شويه مستوى مصر، لما نيجي نتكلم عن مصر نتكلم عن تشيلي، لا في فرق، في فرق في التصنيف، في فرق في المستوى. لكن زي ما قلت لك لعيبه منتخب مصر النهارده انا شايفهم ان هم يعني زي ما بيقولوا كده ايه، ادوا المطلوب، لكن هم عندهم احسن من كده. يعني فرق عندهم احسن، طبعا عندهم احسن من كده بكتير، وانا يعني عشان قريب منهم او في المجال بلتمس لهم العذر، لان الفرقه الاعداد بتاعها طبعا بسبب الظروف طبعا مش قد كده. يعني احنا كان بيحصل قبل كده قبليها بثلاث اربع اشهر لعيبه المنتخب بتطلع بره بتلعب 12 15 مباراه على الليفل اللي هو بقى احنا بنتكلم في ايه، ليفل ايه اللي هو السويد وفرنسا والنرويج، تطلع تلعب فبتعمل فورمه ماتشات كويسه. طبعا فورمه الماتشات دلوقتي بعيده عن 70% من لعيب المنتخب باستثناء 3 4 لعيبه المحترفين اللي بيلعبوا في الدوريات اللي هي الكبيره، فهم عندهم فورمه الماتشات بتاعتهم جاهزه، لكن المجموعه بتاعتك بقى اللي هنا انت الفتره اللي فاتت بتعدها بس. لكن انا شايف ان الحمد لله المجموعه بتاعتنا كويسه وهنمشي تصاعدي. يعني النهارده الماتش فيه ايجابيات وسلبيات، مستوى المنتخب ممكن يبقى نقول 70 75%، لا الفتره الجايه الماتش الجاي هنصعد ل 80 و85 لحد ان شاء الله ما نوصل لمباراه السويد، اعتقد هيبقى في شكل تاني واداء احسن بكتير. دي الايجابيات. السلبيات، السلبيات يعني النهارده احنا طبيعه الحال اي حد يقدر يكلم حضرتك في الموضوع ده، 29 جون دي اكبر حاجه سلبيه في المباراه، ان فرقه زي تشيلي مستواها بعيد متوسط مستواها متوسط او بعيد، ف 29 هدف فيك ده بيبين لك ان كان في مشكله دفاعيه. المشكله الدفاعيه دي احنا هنتداركها طبعا، لان احنا عندنا انا اللعيبه اللي متواجدين هم نجوم ومميزين جدا 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 في الدفاع. لكن عارف بقى حضرتك ده اللي بنقوله، لو كانت الفرقه لعبت ماتشات كتير اللي هو بقى الكوميونيكيشن والهارموني بتاع ان اللعيبه منسجمه مع بعض، النهارده انت بتشوف ايه، اتنين بيطلعوا على واحد، دي مش هقول تمرين، دي ماتشات، دي ما لعبوش ماتشات كتير عشان يبتدي بقى. مع اليابان والبحرين بس. احنا لعبنا مع اليابان والبحرين لكن انا بقول لحضرتك الطبيعي ان احنا نلعب من 12 ل 15 ماتش مش اليابان والبحرين بقى، لا انت بتلعب من الثامن للاول، مستوى عالي ايوه تتحط فيه، بتضغط بقى مضغوط عصبي، احتكاك بقى مضغوط بقى العصبي والنفسي، وبتطلع احسن ما عندك وانت عليك اللود دوت عشان تيجي في المباراه انت عشت نفس الحاله. نفس الحاله انت عشتها في المباراه الوديه هتعيشها في المباراه الرسميه. شفت لما الدنيا بتقفل بتجرب حلول ايه، فهتجرب يعني خلاص بقت عندك عكس ما انت دلوقتي هتدور. طيب كابتن حسن، يعني النهارده